مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماضون معكم في طريق نلتمس فيه علما ونورا في برنامجكم مع المفتي، صحبة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. وموضوع حلقة اليوم: العلاقة بين الفتوى والأخلاق. في البداية أرحب بفضيلتك. أهلا وسهلا دكتور أسامة. أهلا وسهلا. الناس بتسأل يا صاحب الفضيلة، إيه العلاقة بين الفتوى والأخلاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا بنرحب بسيادتك دكتور أسامة رسلان، وبنسعد دائما بهذه اللقاءات. والحقيقة أن الأخلاق هي جزء لا يتجزأ من الإسلام، هي ركن ركين في الإسلام. ودل على ذلك حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه سيدنا جبريل وهو مع أصحابه وسأله 4 أسئلة. سأله: ما الإسلام؟ ثم ما الإيمان؟ ثم ما الإحسان؟ ثم سأله عن علامات عن الساعة متى تكون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب لأنه يعلم بأن سيدنا جبريل عليه السلام أتى ليعلم الصحابة ويعلمنا من بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور الدين. سأله هذه الأسئلة 4 التي لا نستطيع أن ينفصل منها سؤال عن الآخر، بل كل منها يأخذ برقبة الآخر ويعتبر كمقدمات لهذه النتيجة الكبرى التي سنلقى الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة. ولذلك سأله عن الساعة وعن علامات الساعة، كأن هذه المسيرة الإيمانية التي هي جواب عن الأسئلة هي ستأخذنا في النهاية إلى الدار الآخرة. فكان من المناسب أن يكون السؤال الأخير هو: متى الساعة؟ فسأله سيدنا جبريل عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. ثم سأله عن الإيمان، وعدد له صلى الله عليه وسلم في الجواب أن الإيمان هو يأتلف أو يتكون أو عناصره 6 عناصر أو 6 أركان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. ثم سأله عن هذا السؤال الدقيق: ما الإحسان؟ والإحسان هو الجواب عن قضية الأخلاق. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن كأنه صلى الله عليه وسلم يرتب لنا بهذه المقدمات أننا سنصل إلى رقابة حقيقية ذاتية في دواخل الإنسان، أثمرت هذه الرقابة عن الإيمان وعن السلوك الظاهري للعبادات الذي نتج عن الإيمان. فالإيمان هو ما وقر في القلب أولا، وتعمق في القلب وتغلغل في كل جزء من جزئيات الإنسان، بحيث إنه يدفعه دفعا ويبعث سلوكه بعثا إلى أن يكون وفق المنهج الشرعي، وفق المنهج الإلهي الذي رسمته الشريعة في تكاليفها الشرعية من الأمر والنهي على مدى 23 سنة التي قضاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا الوحي الشريف عن ربه عز وجل. إذن الأخلاق على هذا النحو هي ركن. ولذلك لاحظنا أن الأخلاق يعني متغلغلة في كل الأحكام الشرعية، بحيث لا نستطيع في الحقيقة أن نفصل جانب الأخلاق عن جانب الأحكام الشرعية ولا الإيمان. فكل من العبادات والإيمان والأخلاق وكل الأحكام الشرعية الحقيقة هي كل متكامل يمثل الشريعة. ولذلك من أول لحظة
جاء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جسد لنا هذا الخلق، جسد لنا الأخلاق، وهي فوق كل شيء، بحيث أنها تدل على المسلم الحقيقي. يعني متى يعرف المسلم الحقيقي؟ يعرف بأخلاقه، يعرف بسلوكه. إذا كان سلوكه بالفعل يتسق وفي تناسق تام مع الأحكام الشرعية أمرا ونهيا، بحيث لا يفقد حيث أمره الله ولا يوجد حيث نهاه الله سبحانه وتعالى، إذا كانت هذه المنظومة أخذة بيده هكذا، فإننا نكون أمام خلق عالي المستوى. ستجد أثر هذا الخلق أو هذا الذي انغرس في البواطن، ستجد أثره في التعاملات اليومية، ستجد أثره في التعاملات الأسرية، ستجد أثره في القول وفي الفعل، في كل التصرفات التي يتصرفها الإنسان. ولذلك سيدنا رسول الله يمثل هذا النموذج الأمثل في الخلق العالي المستوى الذي لا يدانيه أحد. ولذلك القرآن الكريم أفصح عن هذه المسألة وقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال سبحانه وتعالى مفصحا عن السلوك النبوي الشريف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل حركة من حركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المبدأ، مبدأ الرحمة الذي هو خلق قويم من أخلاق الإسلام. وهو يقول عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة، ويقول تقول أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها عنه صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عن أخلاقه كان خلقه القرآن. وهو يقول عن نفسه أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق، ويوصف نفسه صلى الله عليه وسلم بين الرسل جميعا، في أن هؤلاء الرسل يمثلون البيت الذي بني جدرانه، وأخذ الناس يطوفون حول هذا البيت ويقولون ما أجمله وما أحسنه. لكن هناك موضع لبنة لم توضع بعد، جزء منه مازال ناقص، جزء من هذا البناء النبوي على مدى التاريخ الإنساني. هذه اللبنة وهذه القطعة الشريفة التي لو وضعت لصار البيت جميلا، فكانت الأخلاق في أتمها وفي أكملها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا الحسن الذي كان ينقص البيت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحيث وضعت هذه اللبنة اكتمل البناء، واكتمل البناء النبوي الأخلاقي الشرعي الإيماني الذي يفصح عن حقيقة الرسالة السماوية التي تأتي إلى أهل الأرض بين مرحلة وأخرى. فإذا نحن أمام جزء لا يتجزأ من الإسلام وهو الأخلاق، ارتباطه بالفتوى. هذا الخلق، الفتوى هي محصنة، لأن الفتوى محفزة على اتباع السلوك الحسن، يعني تعيد الإنسان إلى جادة الصواب، سواء كان مفتي أو مستفتي. نعم، هو المستفتي لما بيأتي بيسأل سؤال بلا شك هو بيحتاج إلى علاج، كأن خللا ما من أي بأي قدر من الأقدار يعني أصابه، سواء كان على وجه الحقيقة أو يريده أن يصحح المسار، حتى ولو كان يعني هناك وخز ضمير معين عنده، فهو يريد أن يسأل المفتي سؤالا. هذا السؤال الذي يسأله للمفتي هو يحسن به ويقوم به ويعيد به السلوك الإنساني إلى جادة الصواب وفق المنهج الشرعي. فكأن الفتوى لها علاقة وطيدة بإعادة الأمور إلى نصابها، بتصحيح المسار، بأن يسير الإنسان وفق منهج شرعي منضبط. لكن لكي يصل إلى ذلك يحتاج إلى أن تكون الفتوى في حد ذاتها هي أيضا منضبطة، ليست فتوى يعني غير مبنية على أصول ولا قواعد، بل لابد أن تكون لكي تؤثر ولكي تؤدي إلى إعادة البناء الأخلاقي عند الإنسان، لابد أن تكون أيضا فتوى منضبطة في الوقت نفسه.
هأستأنف مع فضلتك هذا الحوار بسؤال عن فكرة القدوة التي ينبغي أن تكون مهيمنة على مسلك المفتي، ولكن اسمح لي فضلتك بعد فاصل قصير، انتظرونا أعزائي المشاهدين. رجعنا لحضراتكم ولفضيلة المفتي فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن مفهوم الرقابة الذاتية التي تولدها الأخلاق في النفس، وصولا إلى معنى القدوة، أن يكون المفتي يتحلى بسمة القدوة. بمعنى آخر، هل يصح الاستشهاد في هذا المقام بآية ولو كنت فظا غليظ القلب ينفض من حولك؟ لا، هي الأساس الذي ينبغي أن يكون عليه المفتي، وأن تكون عليه الفتوى، لأن الفتوى هي لكي تعيد البناء الأخلاقي، لكي تعيد وقوف المكلف، وقوف الإنسان يعني عند حدود الأمر والنهي من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تكون يعني محاطة بسياج من التيسير المبني على دليل. التيسير هو عنوان اللين والرحمة، ولذلك الآية دي أساسية في عمل المفتي، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وجدنا التركيز كثيرا من المسلك النبوي على هذا الجانب من اللين والرحمة، وأنه كان هينا لينا، وأنه كان مع أصحابه كواحد منهم يألفونه إلفا تاما، ويحبون أن يروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون دائما أن يكونوا في القرب من المشهد النبوي لأجل هذا المعنى، لأجل معنى هذا اللين والرحمة والأخلاق عالية المستوى. لابد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المفتي هو قائم مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم النص، في فهم القرآن الكريم، وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي فهم الأدلة التي انبثقت عن النص الشريف من القرآن ومن السنة. ولذلك هو قائم مقامه في تبليغ الأحكام للناس، بيان الأحكام للناس، هو مبين فقط. ولذلك لابد أن يكون عنده هذا الجانب، جانب اللين وجانب الرحمة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نأتي على سبيل المثال فقط في البيان العملي لهذا الجانب، بنلحظ بأن يعني قد يكون عند البعض من
أمناء الفتوى مثلا أو الباحثين أو المفتين نوع من الغلظة في بعض الحالات نظرا لكثرة الأسئلة طوال اليوم والتردد عليه، فقد يكون عنده نوع من يعني القدر من الملل ما يؤثر على سلوكه مع المستفتي. نلحظ ذلك وبنرصد ذلك مباشرة حتى لا نحيد عن الخط اللين والرحمة والاستيعاب والاحتواء. ولذلك عقدنا العديد من الدورات مع علماء النفس ومع علماء الاجتماع الذين يأتون إلى دار الإفتاء المصرية، ونعمل دورات في كيفية التعامل مع المستفتي لإدراكنا بأن المستفتي حتى لو جاء بأسلوب معين قد لا يرتضيه البعض، لكنه هو في حيز المشكلة، هو صاحب مشكلة، هو كالإنسان يعني إذا جاز التعبير وجاز التشبيه كالإنسان المريض الذي يشتكي من ألم ما، يشتكي علة فلذلك هو عايز إنسان يزيل هذا الألم، يزيل هذه العلة. لا يمكن أن تزال العلة في بيان الحكم الشرعي فقط، يعني أقول له ده حلال ولا حرام وتنتهي المسألة، بل في قدر كبير جدا من واقع الدراسة والتتبع وجدنا أن المستفتي في أغلب الوقت يحتاج إلى جانب وعظي، جانب فيه إظهار عظمة هذا الدين، فيه المعنى آخر جانب الطبطبة على المستفتي، استيعاب لحالته النفسية، استيعاب لحالته النفسية، استيعاب لمشكلته كيف تحل، ولا يسأل من لقائه بل معه مرة واثنين وثلاثة. وصدقني في بعض الحالات من بعض المشكلات يمكن المشاهد الكريم يستغرب ان المستفتي او اللي عنده المشكلة يتردد على دار الإفتاء المصرية يمكن أشهر إلى أن تحل هذه المسألة في إطار العلاقات الزوجية، في إطار الشبهات، في إطار بعض المشكلات الاجتماعية الخاصة به، طبعا في إطار برنامج معد ومهيأ كيف نتعامل مع هذا المستفتي. فالآية التي سيادتك تفضلت بذكرها ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هي دي عنوان التعامل الفتوى وربطها بالجانب الأخلاقي وربطها بإظهار محاسن الشريعة ومكارم الشريعة. لابد أن يظهر ذلك أولا على أمين الفتوى وعلى المفتي وعلى كل من يتصدر الإفتاء، فلابد أن يكون فوق أنه هين لين يبحث ويدقق في المسألة المعروضة عليه، لابد أن تكون عنده المكنة العلمية الحقيقية التي بها يدرك جملة من الأمور يمكن أن نمثلها في ثلاثة أمور مثلا هي عناصر وأركان الفتوى. هي لابد أن يدرك النص إدراكا صحيحا بمضامين هذا النص وبمقاصد هذا النص وبأبعاد التي يريدها الله سبحانه وتعالى بهذا النص الشريف، وهذا لن يتحقق، هذا الإدراك لهذا النص بأبعاده المختلفة لن يتحقق إلا بجملة من العلوم المختلفة التي ربما يعني يقصر الزمن عن ذكرها الآن، لكن هي علوم أساسية كعلم اللغة وعلم أصول الفقه وعلوم الحديث وعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم ومعرفة دلالات الألفاظ، وهي عنصر أساسي في عملية فهم النص الشرعي. ثم ينتقل بعد هذه المرحلة التي قد تستغرق معه، وهنا قد تستغرق ليس للتقليل بقدر ما هو يعني هي بالفعل لابد أن تستغرق زمنا، كما قال الإمام الشافعي في أن العلم لا يمكن أن يحصل بين يوم وليلة، بل الإدراك يتحقق شيئا فشيئا فشيئا من باب التراكم المعرفي الذي يتحقق للإنسان. ثم من بعد ذلك أن يدرك هذا الواقع المسؤول عنه، وهذا الإدراك للواقع هو ركن ركين في الفتوى، هو الذي فهم السؤال المعروض عليه، فهمه بأبعاد مختلفة ونفسيات السائل وحالته وبماذا جاء وما هي المشكلة في حد ذاتها، هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بإدراك ثاني وإدراك تام لهذه الواقعة يساعد على ذلك علوم فهم الواقع.
وقد نلجأ إلى أهل الاختصاص. قد نلجأ إلى علماء الناس في فهم هذه المسألة. في بعض الحالات على سبيل المثال حتى لا يعني يكون الكلام نظريا. تفضل. بيأتينا في أسئلة الطلاق ناس تلفظ بالطلاق، فأنا أراعي جوانب معينة في لكي أحكم على الطلاق في وقوعه أو عدم وقوعه. من هذه الجوانب الحالة التي عليه الإنسان حين نطق بالطلاق، بيتضح مش مجرد اللفظ خرج، لا بيتضح لماذا خرج، ما هي البواعث على خروجه. إذن جوانب نفسية. فبيتضح في النهاية لما بنعرضه في وحدة مركز الإرشاد الزواجي، عندنا كثير جدا من حول على مركز الإرشاد الزواجي بمعرفة الأطباء المتخصصين الموجودين في هذا المركز، بنقول له والله شوف لإيه السبب في إن هو نطق بكلمة الطلاق، لإن الزوجة أشارت لنا يعني قالت والله ده في كذا وكذا، هو يعني عنده أنواع معينة من السلوك بتفصح لنا عن نفسية مختلفة. فلما يروح عند الأستاذ في المتخصص في الطب النفسي الموجود، فبيتضح بالفعل بأن هذا الإنسان أخرج اللفظ أو خرج منه اللفظ رغما عنه، الباعث عليه عامل نفسي وليس قصد حقيقي لإنهاء العلاقة الزوجية. في هذه الحالة أدركنا الواقع وفهمنا المسألة ليس بذاتنا فقط، بل بأننا لجأنا إلى أهل الاختصاص. فإذن في يعني نحن نحتاج إلى أن نفهم، ندرك النص ونفهم الواقع. وننزل هذا النص إنزالا صحيحا على الواقع المعروض علينا كما هي ضوابط الفتوى الحقيقية. عظيم. من كلام فضلتك أقدر أقول أن الفتوى النهاردة أصبحت متمازجة العلوم؟ الفتوى لابد أن تكون يعني متصلة بالعلوم المختلفة. لم تنفصل الفتوى يوما ما عن التكامل بين العلوم، علوم الخادمة للنص الشرعي، العلوم الخادمة لفهم الواقع. العلوم الخادمة لفهم الواقع بتجرنا جر إلى العديد من العلوم، علوم الطب وعلوم الهندسة وعلوم الصيدلة وعلوم الاقتصاد وعلوم الاجتماع وعلوم النفس. كل هذه العلوم خادمة، علوم القانون، كل هذه العلوم خادمة للفتوى ومؤثرة فيها إذا فهمنا الواقع. ومن الجدير بالذكر ونحن في هذا البرنامج الطيب إن احنا أوجدنا بالفعل هذه العلاقات التكاملية بين العلوم المختلفة وبين الفتوى في معلمة مصرية اسمها المعلمة المصرية لعلوم الإفتاء، صدر عن دار الإفتاء المصرية. هي صدرت بالفعل ووصلنا بها الآن إلى الجزء 100. في كثير من الأجزاء متعلقة بعلاقة الفتوى بالعلوم البينية الخادمة لعملية الفتوى، والتي هي جزء أساسي التي وجدناه في عمل المفتين منذ أن ورث الصحابة الكرام العلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا صلى الله عليه وسلم. فضيلة المفتي، الحقيقة أن الوقت الجميل بيمر بسرعة البرق، وقت الحلقة انتهى، لكن إن شاء الله لحلقات مع فضيلتك مستمرة. وأحب أختم بنصيحة من فضلتك. هي نصيحتي في هذا الإطار للمستفتي وللمفتي بهذا الخصوص، أرجو ألا يزعم الإنسان في يوم ما بأنه أصبح مؤهلا إلا إذا كان مؤهلا تأهيلا حقيقيا وفق الأطر الشرعية والضوابط الشرعية والضوابط التعليمية والعلمية في الوقت نفسه، وأن يتسم المفتي بالإخلاص لله سبحانه وتعالى أولا، ثم أن يراعي هذا الواقع المتغير والمتسارع في التغير. والمستفتي أرجوه ألا، نصيحتي إليه ألا يسأل إلا أهل الذكر المتخصصين الذين أهلهم الله سبحانه وتعالى أو أهلوا بفعل التكوين العلمي والإفتائي لأجل أن يتصدوا لهذه المسألة فيطمئن على دينه، فإن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. شكرا جزيلا فضيلة المفتي، وإلى لقاء قريب في حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم آمنين.